السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وهذه حلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية العطرة من سيرة سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في الحلقة السابقة حكيت مع حضراتكم عن بعض السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتجاه غطفان، منها كان سرية أبو بكر الصديق إلى نجد، وسرية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى هوازن، وسرية بشير بن سعد إلى بني مرة، وسرايا أخرى كثيرة. وأيضا حكيت لكم عن دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وأداء المسلمين مناسك العمرة، وخروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسلاح الحرب الكامل وتخوف قريش من ذلك، وسبب وقصة عمرة القضاء، ثم بعد ذلك الزواج، زواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبعد ذلك قريش تطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك مكة. ومن هي عمارة بنت حمزة ابن عبد المطلب؟ وما هو أكثر زواج شغل الناس وحديث القرآن العظيم عن هذا الموقف؟ والله سبحانه وتعالى يخبر رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيتزوج من زينب رضي الله عنها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصي زيد بن حارثة بالصبر، وكيفية تناول المنافقين لموضوع زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولماذا أو من هي الصوامة القوامة الأطول يدا التي مرت معنا في الحلقة السابقة. وأيضا تكلمت بالأخير آخر الحلقة عن سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم أو سليم. أما اليوم راح أبدأ حلقتي معاكم أحبتي في الله إلى إسلام ثلاثة من عمالقة قريش في يوم واحد. أول حدث في شهر صفر من السنة الثامنة من الهجرة، احنا وين كان عندنا صلح الحديبية؟ السادسة، لا تنسون التواريخ. الآن احنا في شهر صفر من السنة الثامنة من الهجرة، إسلام ثلاثة من عمالقة قريش، وهم خالد بن الوليد فارس قريش، وعمرو بن العاص وهو من أحكم وأدهى العرب، وعثمان بن طلحة من وجوه أهل مكة. وهذا الحدث من أعظم الأحداث ونصر من أكبر الانتصارات في الإسلام، ونقطة فارقة في التاريخ الإسلامي. وقد أسلم الثلاثة ليس في شهر واحد فقط، ولكن في يوم واحد. وعندما أسلموا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. خالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم في صفر من السنة الثامنة من الهجرة، وكان عمر خالد بن الوليد حين أسلم 47 عاما، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث وخالد شاب عمره 27 عاما. عندك هناك 8 13 20 سنة تقريبا، 27 سنة، يا الله تخيلوا. وظل بعد ذلك 20 عاما كاملة يرفض الإسلام ويحارب المسلمين، حتى أسلم في أول السنة الثامنة من الهجرة وعمره 47 عاما. وكان طبعا سبب رفض خالد ابن الوليد وعداوته للإسلام طوال هذه الفترة أنه من بيت يكره الإسلام، فأبوه الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم أحد بطون قريش ومن أغنى أغنياء قريش ومن أشد قريش عداوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن نزلت فيه 20 آية في سورة المدثر. ما هي هذه الآيات؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سبب آخر لتأخر إسلام خالد بن الوليد هو أن خالد بن الوليد كان من زعماء مكة، وله مكانته في قريش، ومكانته المرموقة في العرب، ومكانته في الجيش المكي، فهو قائد فرسان قريش، وهي أهم كتيبة في الجيش. فكان خالد يخشى على مكانته أن تضيع إذا دخل في الإسلام. وكان أحد المواقف الفارقة في اقتناع خالد بن الوليد بالإسلام في صلح الحديبية قبل هذا التاريخ بعام، يعني تقريبا عامين، يعني السنة السادسة، بس لأنه تعرفون الأشهر الهجرية لأنه كانت ذي القعدة، فتقريبا عام وشوية، عندما خرج خالد على رأس جيش مكة لاعتراض المسلمين الذين جاءوا لأداء العمرة. اللي حاضرين معانا دروس السيرة وحلقات السيرة تعرفون لا خرج خالد على رأس جيش مكة لاعتراض المسلمين الذين جاءوا لأداء العمرة، ووقف خالد بجيش مكة أمام المسلمين، ثم جاء صلاة الظهر، فوقف المسلمين يصلون، وشاهد خالد المسلمون وهم يصلون ويسجدون، ووجدها فرصة سانحة لمهاجمة المسلمين وهم في صلاتهم، فسأل من حوله: هل سيصلي المسلمين مثل هذه الصلاة مرة أخرى؟ فقال لهم، يعني بعضهم له: إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. تخيلوا أن المشركين كانوا يعرفون أن صلاة العصر هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فأعد خالد بن الوليد جيش مكة للانقضاض على المسلمين في صلاة العصر. لكن في ذلك الوقت نزل جبريل عليه السلام بتشريع صلاة الخوف، ووقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالمسلمين صلاة الخوف لأول مرة، وصفتها كما ذكرتها لحضراتكم في حلقة صلح الحديبية، وما رح أنا أكررها وأعيدها. اللي ما يعرف الصفة خلي يرجع ويشوف الحلقة واللي تكلمت بالتفصيل. ولما رأى خالد ابن الوليد ذلك قال كلمة عجيبة، قال: إن القوم ممنوعون، أي أن الله تعالى يمنع ويحمي هؤلاء. وكان الموقف الثاني في عمرة القضاء قبل إسلام خالد بشهرين فقط، عندما جاء المسلمون لأداء العمرة، وشاهد خالد بن الوليد رضي الله عنه المسلمون وهم يؤدون العمرة ويصلون، وشاهد طاعتهم وتوقيرهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في المسلمين الوليد بن الوليد بن المغيرة شقيق خالد، وكان قد أسلم بعد بدر، وبحث الوليد عن أخيه خالد فلم يجده، كان قد خرج مع قريش وترك مكة للمسلمين 3 أيام، فترك له الوليد بن الوليد رسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، ومثل الإسلام يجهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك، وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: مثله جهل الإسلام، أي مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقد دمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. يقول خالد: فلما قرأت كتابه زدت رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عني. وانظروا أحبتي الأكارم إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعلم أن خالد يخشى على مكانته في جيش مكة، فهو يريد أن يطمئنه من هذه الناحية، وأنه إذا دخل في الإسلام فلن يكون تابعا بل سيظل قائدا. قرر خالد الإسلام وقرر الهجرة إلى المدينة، لكنه لم يخرج من مكة سرا، بل ذهب إلى قريش وقال: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر،
وأن كلامه من كلام رب العالمين، فحق لكل ذي لب أن يتبعه. واندفع أبو سفيان إلى خالد بن الوليد يريد أن يضربه، وحجز بينهما عكرمة بن أبي جهل، وكان صديقا قديما لخالد بن الوليد، وقال لأبي سفيان: مهلا يا أبا سفيان، فوالله خفت أن أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينه. يعني خالد معذور بعد أن شاهد المسلمين في عمرة القضاء وكل هذه الأحداث المتلاحقة في صالح المسلمين، فهو معذور لدرجة أني أخاف على نفسي أن أقول مثله وأدخل في الإسلام. لكن قبل هجرة خالد رضي الله عنه أراد خالد أن لا يهاجر وحده. يقول خالد: قلت من أصاحب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخالد شخصية إيجابية ويريد أن يقدم شيئا للإسلام في أول لحظات إسلامه، حتى قبل أن يهاجر وقبل أن يقابل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب خالد إلى صديقه صفوان بن أمية وعرض عليه أن يدخل في الإسلام وأن يهاجر معه، فقال له صفوان: لو لم يبق غيري من قريش لما اتبعته. فذهب خالد إلى صديقه عكرمة بن أبي جهل وعرض عليه أن يسلم أن يهاجر معه، فقال له عكرمة: لو لم يبق غيري من قريش لما اتبعته. فذهب إلى من؟ إلى عثمان بن طلحة من وجوه مكة، فاستجاب له عثمان بن طلحة، واتفق الاثنان على الخروج من مكة وتواعدا، وخرج إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامهما بين يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واتفق الاثنان على الخروج للمدينة المنورة وتواعدا، وبالفعل خرجا إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق إلى المدينة قابل خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة من؟ عمرو بن العاص. كان هو الآخر متوجها من مكة إلى المدينة، ولكن عمرو بن العاص خرج سرا ولم يخرج علانية كما خرج خالد بن الوليد. كان إسلام خالد إضافة هائلة إلى قوة المسلمين، وكان له دورا رئيسيا في حروب الردة التي حفظت كيان الدولة الإسلامية، ثم فتح العراق والشام وهزم الفرس والروم، وهو من القادة النادرين في التاريخ الذين لم يهزموا في أي معركة، مع أنه اشترك في أكثر من 100 معركة. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. وقال عنه أصدقاؤه وأعداؤه: الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. لا إله إلا الله. وعمر بن العاص أحبتي الأكارم مثل خالد بن الوليد رضي الله عنهما ظل 20 عاما منذ البعثة وحتى بداية السنة 8 من الهجرة رافضا ومعاديا للإسلام، وكان سبب رفضه للإسلام طوال هذه الفترة أنه من بيت يكره الإسلام، فأبوه العاص بن وائل كان من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شديد الإيذاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت ولده أنه أبتر، فنزل فيه قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. ومن شدة إيذائه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم سلط عليه شوكة من أشواك الأرض. فدخلت شوكة في قدمه فتورمت قدمه ولم يستطع أن يتحرك، وأصبح طريح الفراش. وذهب ابنه عمرو بن العاص إلى الطائف ليأتي بطبيب، لكنه مات قبل أن يصل إليه. إذن عمرو بن العاص من بيت يكره الإسلام كراهية شديدة جدا. وسبب آخر لتأخر إسلام عمرو بن العاص وهو أن له مكانة كبيرة في قريش بل وفي الجزيرة كلها، ولذلك فهو يخشى على ضياع هذه المكانة إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في الإسلام. لكن بعد غزوة الأحزاب رأى عمرو بن العاص بحنكته السياسية أن الأمور ستتجه بعد ذلك لصالح المسلمين، لأن كل أعداء المسلمين تحالفوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وهي نفس النظرة التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند انصراف الأحزاب، فقال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم
ولا يغزونا. هذه العبارة طبعا أم مريم تحبها جدا، سبحانك ربي لا إله إلا الله. لكن مع ذلك لم يكن عمرو بن العاص متقبلا لفكرة أن يدخل في الإسلام، وكان شديد الكراهية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ قرارا غريبا وهو أن يترك مكة ويهاجر إلى الحبشة. والقصة يرويها عمرو بن العاص نفسه، والقصة في البخاري ومسلم وغيرهما. يقول عمرو بن العاص أنه تحدث إلى رجال من قريش كانوا يرون رأيي، يعني مجموعة من رجال قريش كانوا يقتنعون بأي شيء يقوله عمرو بن العاص، ويسمعون كلامه وينفذون ما يقوله. فقال لهم: إني أرى أمر محمد يعلو علوا منكرا منكرا، اسمعوا، وإني أرى أن نلحق بالنجاشي فأن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. وكان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي. وانظر إلى مدى كراهية عمرو بن العاص للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن العاص نفسه كان يقول: ولم يكن أحد أشد كراهية لرسول الله مني. يقول عمرو بن العاص: وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. أي أنه لو انتصرت قريش على المسلمين فيمكن عندئذ أن نعود إلى مكة، ومكانتنا محفوظة في مكة. فقال أصحابه: إن هذا الرأي. فقال لهم عمرو: فاجمعوا له ما نهدي إليه، يعني لمن؟ للنجاشي. يقول عمرو: وكان أحب ما يهدى إليه من أرض العرب هو الأدم، أي الجلود، فجمع له جلودا كثيرة ثم توجه إلى الحبشة. فلما ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي وجد عنده عمرو بن أمية الضماري، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل عمرو بن أمية إلى النجاشي يطلب منه أن يرسل جعفر بن أبي طالب ومن بقي من المسلمين في الحبشة إلى المدينة. ففكر عمرو بن العاص أن يدخل إلى النجاشي ويطلب منه أن يسلمه عمرو بن أمية الضماري ويقتله، وبذلك يكون قد صنع شيئا لقريش يرفع بها مكانته في مكة. مع أن عمرو بن العاص حاول قديما منذ 15 عاما في السنة الخامسة من البعثة أن يسلم له النجاشي المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة، ومرت معنا تذكرون أحبتي، لكن النجاشي رفض رفضا قاطعا. يقول عمرو بن العاص: فدخلت عليه وسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قال عمرو: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرة. ثم قدمه إليه فأعجبه، ثم قال: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطينيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وأعزتنا. قال عمرو فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فوددت لو انشقت لي الأرض، فدخلت فيها خوفا منه. ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. فقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ وكان أهل الكتاب يطلقون على جبريل الناموس الأكبر. ولذلك قال ورق بن نوفل للسيدة خديجة رضي الله عنها: إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. قال عمرو: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى حق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فألقى الله تعالى الإسلام في قلب عمرو بن العاص، ولا شك أن ذلك نتيجة تراكمات ومشاهدات واستنتاجات كثيرة في حياة عمرو بن العاص. قال عمرو للنجاشي: أتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط النجاشي يده فبايعه عمرو بن العاص على الإسلام. ولذلك من الألغاز التي تقال كثيرا ومرت معنا في المسابقات: من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ تذكرون ولا نسيتم؟ من هو الصحابي
الذي أسلم على يد تابعي، لأن عمرو بن العاص رأى الرسول وعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النجاشي أسلم ولم ير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عمرو بن العاص على أصحابه ولم يخبرهم بشيء مما حدث، ولم يخبرهم بإسلامه، وبقي في مكة كاتما إسلامه بضعة شهور حتى أعد نفسه للهجرة، ثم خرج من مكة سرا واتجه إلى المدينة ليعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق إلى المدينة وجد من؟ خالد بن الوليد قادما من مكة متوجها إلى المدينة، فقال له عمرو: أين يا أبا سليمان؟ قال خالد بن الوليد: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم حتى فحتى متى؟ ومعنى استقام المنسم يعني اتضح الأمر ولم يعد فيه لبس ولا شك. قال عمرو: فأنا والله ما جئت إلا للإسلام. فقدمنا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم تقدم عمرو بن العاص وقال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ابسط يمينك فأبايعك. فبسط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يده، فقبض عمرو يده، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تشترط ماذا؟ قال عمرو: أشترط أن يغفر لي، لأن عمرو بن العاص له تاريخ طويل من العداء إلى الإسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها؟ وعندما احتضر عمرو بن العاص حول وجهه إلى الجدار وأخذ يبكي بكاء مرا، فجعل ابنه يقول له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ فأقبل عليه عمرو بن العاص بوجهه وقال: إني قد كنت على أطباق ثلاث، قد رأيتني وما أحد أشد بغضا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولا أحب إلي إلا أن أستمكن منه فأقتله، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. كان إسلام عمرو بن العاص إضافة كبيرة إلى المسلمين، وقد كان من أحكم وأدهى العرب، وهو الذي فتح مصر وفلسطين، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلمات لم يقلها لأحد غيره: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. في ثاني شهر من السنة الثامنة من الهجرة، وهو شهر صفار، أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غالب ابن عبد الله الليثي في 200 من الصحابة إلى بني مرة في سرية، وسبب السرية هي الانتقام لمقتل أصحاب بشير بن سعد على يد بني مرة في شعبان من السنة السابعة، واللي مرت معنا في الحلقة السابقة، تصور سرية بشير بن سعد. أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت لكم بشير بن سعد وهو من الأنصار إلى بني مرة بفدك على بعد حوالي 10 كيلومتر من المدينة في 30 من الصحابة، وكان ذلك في شعبان من السنة السابعة من الهجرة. وأغار بشير وأصحابه عليهم ليلا واستاقوا من أنعامهم، لكن لحقهم جيش كبير منهم وأدركوهم بالليل، وأخذوا طوال الليل يتراشقون بالسهام حتى فنيت سهام بشير وأصحابه، ثم حملوا عليهم في الصباح، فقتلوا منهم من قتلوا، وولى من ولى، وقتل بشير قتالا شديدا حتى جرح، واعتقدوا أنه قد مات فتركوه. فلما جاء الليل تحامل بشير حتى انتهى إلى فدك، وقام عند أحد اليهود أياما حتى قوي على المشي وجاء إلى المدينة. هذه أحداث سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بسرعة. حتى اللي ما حاضر يسمع الآن، واللي كان حاضر أذكره بيها. ولم يكن ممكنا أن تمر هذه الحادثة بلا عقاب لبني مرة، لأن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت هي القوة الإقليمية الأولى في الجزيرة العربية، ولا بد من حفظ هيبة هذه الدولة الإسلامية، ولا بد من الانتقام لمقتل هؤلاء الصحابة.
ولذلك بعد سرية بشير بن سعد بستة أشهر وفي شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غالب ابن عبد الله الليثي وهو أحد الصحابة المعروف عنهم بالشجاعة والإقدام إلى بني مرة، وقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سر حتى تبلغ مصاب أصحاب بشير بن سعد، وبالفعل خرج إليهم غالب ابن عبد الله الليثي فقتل منهم وأصاب من أنعامهم. بعد شهر واحد وفي شهر ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة وهو شجاع بن وهب في 24 رجل إلى بني عامر مرة أخرى. وشجاع بن وهب من الصحابة السابقين إلى الإسلام، هاجر هجرة الحبشة الثانية ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، فأغار عليهم شجاع بن وهب وأصابوا منهم أنعاما كثيرة ثم عادوا إلى المدينة. في شهر ربيع الأول أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن عمير الغفاري في 15 رجلا إلى منطقة ذات أطلاح بالشام ليدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم وأخذوا يرمونهم بالسهام، ووقع اقتتال بين الفريقين حتى قتل المسلمون جميعا، وأصيب قائد السرية كعب بن عمير إصابات شديدة حتى ظنوا أنه قد قتل. فلما جاء الليل تحامل على نفسه حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره الخبر، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم بأن يبعث إليهم، ولكنه بلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. في السنة الثامنة من الهجرة كان السرية زيد بن حارثة إلى مدين، وهي قرية نبي الله شعيب عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأصاب زيد بن حارثة في هذه السرية سبيا، ولكن فرقوا في بيعهم بين الأمهات والأبناء، فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم يبكون، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لهم؟ فقيل يا رسول الله فرق بينهم، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوهم إلا جميعا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. في جماد الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة كانت سرية مؤتة، والتي كانت أول مواجهة للمسلمين مع الروم، وقتل فيها الأمراء الثلاثة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام خالد بن الوليد بانسحاب استراتيجي عبقري. ما هو هذا؟ ما سأتحدث به مع حضراتكم الآن أم الحلقة القادمة؟ إيش تقولين أم مريم؟ أم مريم تقول الآن، ما طال عليكم الوقت؟ طيب سأتحدث عنه الآن. في شهر جماد الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة كانت معركة مؤتة، وهي أول مواجهة للمسلمين مع الإمبراطورية الرومانية، وهي أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. وكان سبب هذه المعركة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أحد الصحابة وهو الحارث بن عمير برسالة إلى أمير بصرى، وهي المنطقة في أقصى جنوب سوريا الآن، يدعوه فيها إلى الإسلام. لكن اعترض طريقه شرحبيل بن عمرو، وهو ملك الغساسنة، ومملكة الغساسنة هي مملكة تدين بالنصرانية، كانت داخل وموالية للإمبراطورية الرومانية، وقد سقطت بعد ذلك وانتهت في معركة اليرموك في الفتح الإسلامي للشام. وقبض شرحبيل على الحارث بن عمير وقال له أين تريد؟ قال الشام. قال لعلك أحد رسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم أنا رسول الله. فأمر به فأوثق وقتل صلبا. وكان العرف في العالم كله في ذلك الوقت وحتى الآن أن الرسل لا تقتل، وإذا حدث وقتل رسول دولة فإن ذلك يمثل إهانة كبيرة وإعلان حالة حرب على تلك الدولة. ليس هذا فحسب، بل بدأت الدولة الرومانية ومعها القبائل العربية الموالية لها في شمال الجزيرة، وهي قبائل تدين بالنصرانية، في تعقب وقتل كل من يسلم. حتى قتل والي معان بالأردن لأنه أعلن إسلامه، وكان قد أسلم دون أن يرسل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه التصرفات
هي ضرورة إرسال جيش إلى هذه المنطقة، والحرب في الإسلام تكون بهدف الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء، ولتأمين حركة الدعوة الإسلامية، ومنح الناس حقهم في الاعتقاد وحقهم في اختيار الدين الذي يريدونه. سبب آخر جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسرع بإرسال هذا الجيش هو أنه كان واضحاً أن المواجهة مع الإمبراطورية الرومانية العملاقة ومع القبائل القوية الموالية لها في شمال الجزيرة أمر حتمي لا بد منه، فأراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون هذه المواجهة في حياته هو صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يتركها لمن يأتي بعده، حتى ماذا؟ حتى يكسر حاجز الخوف من مواجهة الإمبراطورية الرومانية في الغرب أو الفارسية في الشرق أو أي دولة مهما بلغت قوتها. قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد جيش قوي قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي حتى ذلك الوقت، وجعل على رأس الجيش زيد بن حارثة. وقد قلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أعد زيد بن حارثة إعدادا خاصا، حيث قاد 7 سرايا قبل هذه السرية، وهو أكثر قائد أرسله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سرايا، ومن هذه السرايا سرية إلى حسمي في شمال الجزيرة في السنة 6 من الهجرة، أي في مكان قريب مؤتة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي حيا بعد الرسول لاستخلفه. وكان زيد رجلا قصيرا أسمرا أفطس الأنف، عمره 43 سنة. كذلك لم يجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السرية أميرا واحدا، وإنما عين 3 من الأمراء، إن قتل أحدهم تولى الآخر من بعده. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن روح. وهذه المرة الأولى والأخيرة التي يولي فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 3 من الأمراء على سرية واحدة. وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتوقع حربا ضروسا في هذه المعركة، وهذا يدل على حنكته ورؤيته الثاقبة صلى الله عليه وآله وسلم. وتوقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا العدد ولم يعين رابعا حتى لا يحبط الجيش. ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في هذه المعركة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج في جميع الغزوات حتى لا يشق على أمته، لأنه لو خرج في كل غزوة لخرج كل المسلمين معه، وهذا أمر لا يتحمله كل الناس. وهذا السبب عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. وهنالك سبب آخر، وهو أن يتعود المسلمون على الاعتماد على أنفسهم، ويستطيع تربية وإعداد صف من القادة ينهضون بالرسالة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه لتوديع الجيش، وأوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجيش وقال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تمثلوا ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وانطلق الجيش إلى مؤتة، وكان الطريق من المدينة إلى مؤتة يبلغ 1100 كيلومتر في صحراء قاحلة، وهي أكبر مسافة سارها جيش مسلم حتى ذلك الوقت. وكان ذلك أيضا في شهر أغسطس، أي في جو شديد الحرارة. ووصل الجيش بعد 2 أسبوع إلى منطقة معان في الأردن، وكان الهدف كما ذكرت هو قتال شرحبيل أو شرحبيل، يعني ما أعرف شلون ينقر، شرحبيل أو شرحبيل ابن عمرو ملك غسان الذي قتل الحارث بن عمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا.
لكن في هذا المكان نقلت الاستخبارات الإسلامية إلى زيد بن حارثة مفاجأة غير متوقعة، وهي أن الدولة الرومانية قد قررت الاشتراك في المعركة بنفسها، بل وألقت بثقلها في المعركة وأرسلت جيشا قوامه 100,000 مقاتل. يا إلهي، ليس هذا فحسب، بل أمر هرقل بتجمع العرب النصارى الموالين للروم، وهي قبائل لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي وغيرها، فتجمعوا وأعدوا جيشا آخر قوامه 100,000 أخرى، ليصل مجموع جيش العدو إلى 200,000 مقاتل، منهم 50,000 فارس، سيقاتل 3,000 مسلم. يا الله، تخيلوا العدد، 200,000، 50,000 فارس، سيقاتل 3,000 مسلم. والعجيب أن يعد الروم والعرب الموالين لهم كل هذا الجيش لقتال جيش قوامه فقط 3,000 مقاتل. هذا يدل ماذا؟ يدل على مدى الرعب الذي كان فيه هؤلاء الروم وأتباعهم من المسلمين، والهيبة العظيمة التي استطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقها للدولة الإسلامية. يعني كان يكفي أن يقول لهم هرقل أو شرحبيل، يقول لهم يابا هم جايين 3,000، كفيهم يطلعوا، خلي يطلعون 10، مو 200,000، 10,000، يعني 3 أضعاف الجيش اللي جاي، صح ولا لا؟ فعلا يدل على مدى الرعب الذي كان فيه هؤلاء الروم من المسلمين، والهيبة العظيمة التي استطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقها للدولة الإسلامية. إذا هذا الوضع الخطير، جمع زيد بن حارثة الصحابة ليعرض عليهم مستجدات الموقف، واستشارهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وفي أحد وفي الخندق، وكانت هنالك 3 آراء مختلفة. الرأي الأول كان يرى أن يرسل المسلمون رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ويخبرونه بالوضع ويطلبون رأيه، فإما أن يأمرهم بالقتال أو الانسحاب أو يرسل إليهم مدد. وقد تم رفض هذا الرأي لأن المسافة بين معان والمدينة كبير كما ذكرت لحضراتكم، وقد تستغرق ذهابا وإيابا شهرا كاملا، أسبوعين روح وأسبوعين رجعة، هاي شهر كامل. ولا شك أن قوات العدو لن تصبر على المسلمين طوال هذه المدة، وستبادر بمهاجمة المسلمين قبل أن يصل إليهم رد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرأي الثاني كان يرى أن ينسحب الجيش ويعود إلى المدينة، لأن الجيش جاء لمحاربة مملكة غسان وعقاب شرحبيل ابن عمرو الذي قتل الحارث بن عمير، ولذلك أتى بجيش قوامه 3,000 مقاتل، ولم يأتي لقتال تحالف بين الإمبراطورية الرومانية العملاقة وكل القبائل العربية المتحالفة معها. ودخول معركة كهذه معناه إهلاك الجيش الذي هو كل عماد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. هيا يا جماعة تخيلوا 3,000 ويحاصرهم 200,000، 3,000 يعني كم ضعف؟ الله يرضى عنكم، 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ضعف، متخيلين؟ ولا يأمن إذا حدث هذا أن يجتاح أعداء الدولة الإسلامية من قريش وغطفان وغيرهم المدينة، إذا سمعوا الأخبار ووصلت الأخبار فيفكرون بكل الاتجاهات الآن. وقال أصحاب ذلك الرأي لزيد بن حارث: قد وطأت البلاد وأخفت أهلها، فانصرف، فإنه لا يعدل العافية شيء، خلص انت جيت وكذا وسمعوا بيك وما اعرف ايش وخافوا وكذا فانصرف. الرأي الثالث كان يرى المواجهة والدخول في الحرب، لأنهم أولا خرجوا يطلبون الشهادة، ولأنهم لا يقاتلون الناس بالعدد ولا بالكثرة. ووقف عبد الله بن رواحة الأمير الثالث وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وكانت الأغلبية في الجيش مع هذا الرأي الأخير، وهو الدخول في الحرب. ولا شك أن هذا القرار كان هو أجرأ قرار عسكري على مر التاريخ كله. يا قوم،
إنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. بعد أن أخذ الجيش قرار الحرب جلسوا وتشاوروا كما قلت لكم الآراء الثلاثة، انطلق المسلمون في اتجاه الشمال في اتجاه جيوش العدو بعد أن أقاموا في معان يومين، بينما اتجه الروم إلى الجنوب وتراءى الجيشان عند قرية يطلق عليها شارف. ولكن وجد المسلمون أن هذا المكان غير مناسب للقتال بالنسبة لهم، فانحازوا إلى قرية يطلق عليها مؤتة، وهي مدينة موجودة الآن في وسط الأردن، وأقاموا معسكرهم هناك. وكان سبب اختيار هذه القرية هو استغلال مزارع القرية وبيوتها لتكون حماية طبيعية للجيش، فلا يتمكن الرومان من تطويق الجيش وتكون المواجهة بنفس أعدادهم، وهي نفس خطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وفي أحد. ووصلت جيوش العدو أمواج بشرية هائلة تنساب إلى أرض المعركة، المسلمون واقفون ثابتون كالجبال. وكان ممن حضر المعركة أبو هريرة، يقول أبو هريرة: شهدت مؤتة، فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة ما لك؟ كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: لم تشهدنا ببدر، إنا لم ننصر بالكثرة. فقال: لم تشهدنا. قال لي أبو هريرة: لم تشهدنا ببدر، إنا لم ننصر بالكثرة. قال: لم تشهدنا ببدر، إنا لم ننصر بالكثرة. وجاء ساعة الصفر، وأعطى زيد بن حارثة إشارة البدء إلى أصحابه، وبدأ القتال. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أقف هنا يمكن أحبتي في الله، ولا أكمل؟ أخاف تصير الحلقة طويلة يا جماعة الخير. أكمل إن شاء الله. جاءت ساعة الصفر، وأعطى زيد بن حارثة إشارة البدء إلى أصحابه، وانطلق زيد بن حارثة كالسهم صوب جيوش الأعداء وهو يحمل الراية، وانطلق معه المسلمون، وقد ارتفعت صيحات التكبير الله أكبر الله أكبر، واستمر القتال طوال اليوم، ولم يتراجع المسلمون، وإنما وقفوا كالجبال أمام طوفان قوات التحالف الرومانية والعربية. وكان صمود وأداء المسلمون في المعركة مفاجأة بالنسبة لقوات العدو، فقد كانوا يتوقعون أن لا تستمر هذه المعركة سوى ساعات بسيطة قليلة ثم يتم إبادة الجيش المسلم بالكامل، لكنهم فوجئوا أن المسلمون يقاتلون بشراسة وشجاعة لم يشهدوا مثلها. وحاول تطويق المسلمون واعتقدوا أنه أمر سهل لتفوقهم بالعدد الكبير، لكن المسلمون لم يمكنهم من ذلك. ونجحت خطة القائد زيد بن حارثة في استغلال جغرافية قرية مؤتة في عدم تمكين الروم من تطويق الجيش المسلم. وركز الروم هجومهم على ماذا؟ على القائد حامل اللواء زيد بن حارثة، ومزقته رماح الروم وهو مقبل عليهم كالأسد حتى سقط، وعدوا الجراح في جسده بعد ذلك فوجدوها أكثر من 90 جرح ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم. أخذ الراية من؟ جعفر، مثل وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمر جعفر في ذلك الوقت 33 سنة، 33 عاما، وتكالب عليه الرومان وأصيب عشرات الإصابات ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وهو لا يتوقف عن القتال حتى تمكن أحد الروم من قطع يده التي يحمل بها اللواء، فترك سيفه الذي يقاتل به وأمسك اللواء بيده الأخرى، أي أنه يدفع حياته ثمنا لعدم سقوط لواء رسول الله على الأرض. فقطع يده الأخرى فحمل اللواء بعضديه، يعني هذه من هنا وهنا هكذا يعني، وانقطعت الإيدين، ثم مات شهيدا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث رواه البخاري: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل،
فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، كلها أمام، ماكو شيء بظهره، يعني لم تكن به إصابة واحدة في ظهره، فهو لم يعطي ظهره للعدو ولو للحظة واحدة حتى قتل. وأثاب الله تعالى جعفر عن قطع يديه بجناحين يطير بهما في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة. ولذلك لقب جعفر بن أبي طالب بجعفر الطيار. وتردد عبد الله بن رواحة للحظات في حمل الراية، لكنه تخلص من تردده سريعا، وسيكون بإذن الله عز وجل لنا وقفة. احنا الآن عم نتكلم عن السيرة النبوية، بعدين راح نقف بإذن الله بعد ما نخلص أحداث السيرة النبوية، يكون لنا وقفة مع هؤلاء الرجال الأسود واحد واحد، ونشوف هذا التردد شنو هو وشلون تخلص من التردد. وتردد عبد الله بن رواحة للحظات في حمل الراية، لكنه تخلص من تردده سريعا ونزل من على فرسه ليقطع باب التراجع وحمل الراية وقاتل حتى قتل. هكذا سقط الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي الجيش بلا قائد، وسقط اللواء على الأرض، فأسرع أحد الأنصار وهو ثابت بن أرقم، وكان ممن شهد بدرا، فأخذ اللواء وذهب به إلى خالد بن الوليد ودفعه إليه، لكن خالد قال له: أنت أحق به مني؟ قال ثابت بن الأرقم: خذه يا خالد، فوالله ما أخذته إلا لك، أنا ما أخذت أصلا اللواء إلا أنه حتى أجيبه لك. حمل خالد الراية، وعادت الروح المعنوية المرتفعة للمسلمين بعد أن كانت قد بدأت بالتأثر نتيجة سقوط الأمراء الثلاثة وسقوط اللواء. كشف الله تعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة ما يحدث في أرض المعركة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذريفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رفعوا إلي في الجنة على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زورارا عن سرير صاحبي، فقال الصحابة: عما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى، فقتل ولم يعقد. شوية بس السرير شوية متأخر عن سرير صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر الطيار، لأنه شوية تردد. وجاء الليل وتحاجز الفريقان، وبات الرومان يتحدثون عن شجاعة المسلمون واستبسالهم، وكان اليوم الأول من القتال في صالح المسلمون تماما، فقد ثبتوا أمام الرومان وأفشلوا خططهم في تطويق المسلمين، وكان عدد قتل الرومان أكبر من قتل المسلمين. ومع ذلك قرر خالد بن الوليد أن ينسحب بالجيش، لأن المسلمون وإن كانوا قد حققوا تفوقا في اليوم الأول فليس هناك احتمال لتحقيق النصر الكامل، ولا يمكن مثلا تعقب الروم والتوغل داخل الأراضي الرومانية بهذا الجيش الصغير. لكن لو انسحب المسلمون من أمام الرومان بطريقة طبيعية فلا بد أنهم سيتعقبوهم، وستكون مجزرة حقيقية يبات فيها الجيش بأكمله. ولذلك وضع خالد بن الوليد رضي الله عنه خطة انسحاب محكمة أراد بها إيهام الجيش الرومي أن انسحاب المسلمين هو خدعة يريد بها استدراج الجيش الرومي فلا يتعقبوهم، وبذلك ينجو بالجيش المسلم بلا خسائر. ولتنفيذ هذه الخطة قام خالد بن الوليد بالخطوات التالية: أولاً، جعل الخيل طوال الليل تجري في أرض المعركة لتثير الغبار الكثيف، وصاحب ذلك أصوات تكبير المسلمين، فيخيل للرومان أن هناك مددا لا ينقطع طوال الليل يصل إلى المسلمين. ثانيا، عندما جاء الصباح جعل في خلف الجيش وعلى مسافة بعيدة منه مجموعة من الجنود خلف أحد التلال منتشرين على مساحة عريضة، يقومون بإثارة الغبار لإشعار الرومان بالمدد المستمر الذي يأتي للمسلمين. ثالثا، غير من ترتيب الجيش، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة،
وحين رأى الرومان الجيش في الصباح ورأوا الرايات والوجوه والهيئة قد تغيرت، أيقنوا أن هناك مددا قد جاء للمسلمين. نتيجة ذلك انهارت معنويات الروم وساد فيهم الرعب والارتباك. ولسان حالهم يقول: إذا كان هذا العدد الصغير قد فعل بنا الأفاعيل، فماذا بعد أن يصل إليهم هذا المدد الكبير؟ وفي ذلك الوقت وأثناء ارتباك الروم قام خالد بهجوم قوي وقتلوا الكثير من الروم، ومن شدة القتال تكسرت في يد خالد بن الوليد وحده 9 أسياف. يقول خالد: فصبرت معي صفيحة ليمانية. والصفيحة هو سيف عريض يصل إلى 8 سنتيمتر، يكون ثقيل وأقدر على مقاومة الكسر والصدمات. وأحد المسلمين قتل روميا وأخذ سلاحه وكان مذهبا، وكان لا يحمل الذهب في الروم إلا القادة الكبار. ومن شدة الهجوم اقترب المسلمون من خيمة قائد الروم. وفي ذلك الوقت وقبل أن يعيد الروم ترتيب صفوفهم، أعطى خالد بن الوليد قادته الإشارة بالارتداد إلى الخلف كما اتفق معهم، فأخذ الجيش يغادر أرض المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط. وكان خالد يجول بفرسه بين الجيش ليشرف على عملية الانسحاب، وشاهد الرومان المسلمون وهم يعني يرجعون إلى الخلف بعد الهجوم الكاسح الذي قاموا به. وبعد أن شاهدوا ما اعتقدوا أنه مدد يصل إلى الجيش المسلم، فأيقنوا أن هذا الانسحاب مكيدة يريد بها المسلمون استدراج الجيش الرومي إلى أحد الكمائن، وهم يعني يعرفون أن العرب يجيدون جدا جيدا الكر والفر والكمائن، فخافوا من تتبع المسلمين، وأصدر القادة الروم أوامرهم بعدم التعقب المسلمين. هكذا نجحت حيلة خالد بن الوليد رضي الله عنه وخدعته العسكرية الباهرة، وعاد الجيش المسلم إلى المدينة سالما. وبالرغم مما أظهره المسلمون في تلك المعركة من شجاعة مذهلة، فإن هذا لم يرضي بعد أهل المدينة من المسلمين. فعندما عاد الجيش المسلم أخذ بعض الصبيان يقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. فأتى بعبد الله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه، وكان عمره 8 سنوات. وقد اختلف طبعا أحبة الأكارم المؤرخون في تقييمهم لمعركة مؤتة، فمنهم من رأى أنها نصر للمسلمين، ومنهم من رأى أنها هزيمة، ومنهم من رأى أن هنالك تعادل بين الكفتين. وهذا هو الرأي الغالب، لأن كل فرقة انحازت عن الأخرى ولم تتعقب أي فرقة الأخرى، ولم يكن هنالك أسرى من الفريقين، وكان هنالك قتلى من الفريقين. ومع ذلك يمكن اعتبار هذه المعركة انتصارا واضحا للمسلمين بالنظر إلى الفرق الشاسع، 70 ضعف، 70 ضعف العدد. بس تخيلوا الرقم بين أعداد المسلمين وأعداد الروم، وبالنظر إلى أن أعداد قتل الروم كان أكثر كثير من قتل المسلمين، لكن لا يمكن أبدا أن يعد الأمر هزيمة للمسلمين، لأن أعداد الشهداء من المسلمين كان فقط قديش تتصوروا؟ قديش؟ 12. كل هذه الأعداد، الله أكبر، منهم الأمراء 3. ولا يمكن أن يكون هذا هو عدد القتلى في جيش مهزوم. 3000 طلعوا صح ولا لا؟ 12 شهيدا. تركت معركة مؤتة أثرا إيجابيا هائلا على عرب الجزيرة، وخاصة القبائل في المنطقة الشمالية من الجزيرة. وأتت بعد ذلك هذه القبائل العربية إلى المدينة بعد أقل من 2 شهر لتعلن إسلامها. وكانت مؤتة كذلك هزيمة نفسية لقريش، مهدت لفتح مكة بعد مؤتة ب2 فقط، وقد شعروا بالرهبة من هذا الجيش الذي وقف أمام جحافل الروم والعرب. وحتى أتم الأمر قبل أن أتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن فتح مكة، هنالك عندنا سرية اسمها سرية ذات السلاسل، أيضا راح أتكلم عنها في هذه الحلقة، حتى بإذن الله عز وجل أتكلم في الحلقة القادمة تماما عن موضوع فتح مكة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. في نفس الوقت الذي وقع فيه الاعتداء مقتل الحارث
ابن عمير، وقع اعتداء آخر كما قلت لحضراتكم، مقتل 14 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على يد قبيلة قضاع في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة من الهجرة. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري في 15 رجل إلى قبيلة قضاعة في منطقة ذات أطلاح بالشام ليدعوهم إلى الإسلام، لكنهم لم يستجيبوا لهم وأخذوا يرمونهم بالسهام، ووقع قتال بين الفريقين حتى قتل المسلمون جميعا، وأصيب قائد السرية كعب بن عمير إصابات شديدة حتى ظنوا أنه قد قتل. فلما جاء الليل تحمل على نفسه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا. كانت جرأة قضاعة سببها أولا لأنها قبيلة كبيرة قوية، ثانيا المسافة بين المدينة وبين قضاعة حوالي 600 كيلومتر، ولذلك فمن المستبعد بالنسبة لهم أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا إلى هذه المسافة البعيدة. لكن بمجرد عودة المسلمين من مؤتة، والتي كما قلت أنه كانت في جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قضاعة جيشا في جمادى الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة. ما يرتاحون، يا سبحانك ربي، ما يرتاحون، لا إله إلا الله. شوفوا شلون مباشر مؤتة إلى قضاعة. وكانت منطقة قضاعة تسمى السلاسل أو السلاسل بضم السين أو فتحها، لأن هناك بئرا في هذه المنطقة اسمه السلاسل. وكان العرب كثيرا ما يسمون المناطق بأسماء الآبار التي فيها لأهمية المياه عندهم، مثل بدر، مثل على اسم بئر في هذه المنطقة اسمه بدر، ولذلك عرفت هذه السرية باسم سرية ذات السلاسل أو ذات السلاسل. وهنالك معركة عرفت بنفس الاسم أكثر منها شهرة، وهي المعركة التي كانت بين خالد بن الوليد وبين الفرس في سنة 12 هجرية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانتهت بانتصار خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعرفت بذات السلاسل لأن هرمز قائد الفرس في هذه المعركة أمر بربط الجنود بسلاسل حتى لا يفروا، وكانت النتيجة بعد هزيمة الفرس في هذه المعركة أنهم قتلوا جميعا لأنهم لم يستطيعوا الفرار. وبالمناسبة إن المضيق الموجود في الخليج العربي معروف حتى الآن باسم هذا الأمير الفارسي، مضيق هرمز. هذا شديد، وكان هرمز شديد البغض للإسلام والمسلمين والعرب، لدرجة أن العرب في العراق كانوا يضربون به الأمثال فيقولون أكفر من هرمز، أخبث من هرمز. ولذلك حقيقة يعني لو كان يسمى هذا المضيق مضيق خالد الذي هزم هرمز في هذه المنطقة، بدلا من أن واحد يسميه باسم هذا الرجل الكافر. نعود الآن إلى سرية ذات السلاسل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة من السنة الثامنة. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة هذه السرية الصعبة عمرو بن العاص، مع أن عمرو بن العاص كان قد دخل المدينة منذ 4 شهور فقط، لكن لأن عمرو بن العاص كان من الشخصيات الهامة والمحورية في قريش بل وفي الجزيرة العربية قبل الإسلام، وكان معروفا بالحكمة والدهاء والحزم وحسن القيادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلبه وأن يحفظ له مكانته في الدولة الإسلامية حتى تستفيد منه الدولة الإسلامية، وأن يكون إضافة جديدة للدولة الإسلامية. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص وقال له: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فذهب إليه عمرو بن العاص، يقول عمرو بن العاص: فصعد في النظر ثم طأطأ، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك. وبالفعل خرج عمرو بن العاص إلى قضاعة على رأس جيش قوامه 300 من الصحابة، وكان عمرو بن العاص عمره ذاك الوقت 57 سنة، وعمره في الإسلام 4 شهور، لأن العبرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار القادة كما ذكرت ليست بالأقدمية ولا هي بالسن، لكن العبرة بالكفاءة. سار عمرو بن العاص بالجيش، فكان يسير بالليل ويكمل في النهار حتى لا ترصده عيون أعدائه، وزحف بالفعل حتى اقترب من قضاعة ووصل إليهم دون أن يشعروا به. وبعث عمرو بن العاص العيون، فوصل إليه أن أعداد قضاعة كبيرة جدا، فأمر الجيش بعدم القتال، وأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يطلب منه المدد. وسنجد بعد ذلك إن شاء الله أن عمرو بن العاص في فتوحاته في مصر وفلسطين كان لا يقبل على قتال إلا بعد دراسة متأنية للواقع الذي هو مقبل عليه،
وبالفعل أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 200 من الصحابة، وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبو عبيدة: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا. وكان في الصحابة أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، وهكذا أصبح جيش المسلمين عددهم 500. لكن لم يكن يعني معروفا ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أمير الجيش، أهو عمرو بن العاص الأمير الأصلي أم أبو عبيدة بن الجراح الأمير الذي جاء بالمدد. واعتقد أبو عبيدة بن الجراح أنه هو الأمير، وجاء موعد الصلاة وتقدم أبو عبيدة ليؤم المسلمين، وكانت العادة أن الأمير هو الذي يؤم المسلمين في الصلاة. لكن عمرو بن العاص قال له: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، وليس لك أن تؤمني. وكان أبو عبيدة أحد السابقين في الإسلام وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدرا، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين هذه الأمة. ولذلك غضب لأبو عبيدة من جاء معه، فقالوا لعمرو بن العاص: كلا، بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه. فرفض عمرو بن العاص هذا الحل، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك قائدان للجيش. فقال عمرو بن العاص: لا، بل أنتم مدد لنا. فقال أبو عبيد بن الجراح: لتعلمن يا عمرو أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك. فقال عمرو بن العاص: فإني الأمير عليك. فقال أبو عبيدة: فدونك، يعني خذ الإمارة. وكان أبو عبيدة بن الجراح معروفا بحسن الخلق ولين العريكة. وتقدم عمرو بن العاص وصلى بالمسلمين، وصلى خلفه أبو عبيدة بن الجراح، وصلى خلفه المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هذا الموقف يظهر لنا أحد أسباب انتصارات المسلمين في ذلك الوقت، وهي الوحدة وعدم الاختلاف، لأنه من الطبيعي أن تختلف الآراء. لكن لم يكن يصل هذا الخلاف إلى الشقاق، وكان المسلمون في النهاية يتحدون ويتجمعون حول رأي واحد. لم يكونوا طلاب دنيا، بل هم طلاب آخرة. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يحدد الأمير، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يدرب الصحابة على إدارة خلافاتهم وإدارة الأزمات التي يمكن أن تواجه الأمة من بعده، وفقط وضع القاعدة. ما هي؟ فتطاوعا ولا تختلفا، ثم تركهم يتصرفون بناء على هذه القاعدة التي لو طبقناها اليوم لتحققت الوحدة ولما حدث أي خلاف بين المسلمين. وقبل المعركة أراد الجيش أن يوقد نارا للتدفئة في الليل، والجو الصحراوي شديد الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا. لكن عمرو بن العاص رفض هذا الأمر، وغضب الصحابة وغضب عمر بن الخطاب، وتحدث في هذا الأمر مع أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، وكاد أن يذهب إلى عمرو بن العاص، لكن منعه أبو بكر الصديق. وذهب أبو بكر إلى عمرو بن العاص وكلمه في ذلك، فأصر عمرو بن العاص وقال لأبو بكر الصديق بحزم: لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها. واستجاب الجيش. وعندما عاد الجيش إلى المدينة بعد ذلك وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال عمرو بن العاص: كرهت أن يرى عدوهم قلة عددهم. فأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وبدأ القتال مع قضاعة، وكانت أعداد قضاعة أضعاف أعداد المسلمين، ووقعت معركة هائلة كتب الله تعالى فيها النصر للمسلمين. وفرت قضاعة من أمام المسلمين، وبدأ المسلمين في تتبعهم ومطاردتهم. لكن عمرو بن العاص أمر المسلمين بعدم تتبع قضاعة، ومرة أخرى يغضب الجيش لكنهم يطيعون عمرو بن العاص. وعندما عادوا إلى المدينة اشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، كرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد. ومرة أخرى يقر الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على رأيه.
ثم كان هنالك خلاف آخر حدث أثناء السرية حيث احتلم عمرو العاص في ليلة من الليالي، وكانت الليلة شديدة البرودة، فأشفق أن يغتسل بالماء البارد فتيمم وصلى بالناس صلاة الصبح، ولم يقتنع الصحابة برأي عمرو، لكن حتى هذا أطاعوه فيه وصلوا خلفه. وعندما عادوا إلى المدينة اشتكوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمرو: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فتبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا، وكان هذا إقرارا لاجتهاد عمرو. وأخذ الفقهاء من ذلك أن التيمم يقوم مقام الغسل بالنسبة للجنب مع وجود الماء إذا خشي أن يؤدي لاستخدام الماء إلى الضرر، لكن يغسل الفرج ويتوضأ ثم يتيمم للجنابة. والعجيب أن يجتهد عمرو بن العاص في أمر هام مثل ذلك وهو الصلاة، وعمره في الإسلام 4 أشهر فقط، وفي الجيش أعظم فقهاء الأمة مثل أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهاده، بمعنى أقر أن يجتهد مع وجود هؤلاء العلماء. وهذا الموقف هو من أعظم المواقف التي يشجع فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته على الاجتهاد، وأن الاجتهاد ليس حكرا على أحد. انتبهوا، الله تعالى يرضى عنكم، ولا يجد لدينا تقديس. زين، يعني كانت هذه الأمور صار بها الآن يعني خلي نقول شوية بعد رحمة أكثر. ليلة شديدة البرد والماء بارد وما حار، زين، ما أقدر أنا أغتسل بالماء البارد، صح ولا لا؟ إذن هذه السرية وقعت فيها الكثير من الخلافات بين عمرو بن العاص من جهة وبين الصحابة من جهة أخرى، وفي هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم وغيرهم. وكانت هذه السرية نموذجا لكيفية حل الخلافات وإدارة الأزمات، وأن طاعة الأمير أمر واجب حتى وإن رأيت من وجهة نظرك أن هذا الأمير على خطأ، حتى وإن كان على خطأ بالفعل، لأن المفاسد التي تترتب على عدم طاعة الأمير تكون أكبر من أي مفاسد أخرى يمكن أن تنشأ عن قرارات خاطئة لهذا الأمير. وبالرغم هذا الدرس المبكر جدا لعمرو بن العاص، فإنه لم يستوعب هذا الدرس الهام وخرج على طاعة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان له ذلك الدور المحوري في أحداث الفتنة التي حدثت والمؤسفة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الطرف الآخر الذي كان يقوده معاوية. هذه هي سرية ذات السلاسل، وكانت موقعة عظيمة انتصر فيها المسلمون، وازدادت سمعة الدولة الإسلامية هيبة ورهبة في قلوب العرب وغير العرب. هكذا خلصنا هذه الغزوة، وإن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سأتحدث مع حضراتكم عن أمر عظيم جدا، وهو فتح مكة بإذن الله عز وجل إن كان لنا في العمر بقية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا ونجعلها خالصة لوجهه الكريم. وأعلموا أن هذا العمل أحبتي الأكارم هو صدقة جارية عني وعن زوجتي وعن المسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات. ربي يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.